حياكم الله مشاهدينا. تستعد مؤسسة الشارقة للفنون لإطلاق النسخة الرابعة من معرض الكتاب الفني السنوي نقطة لقاء، وذلك في الفترة ما بين 9 وحتى 11 من ديسمبر الجاري في بيت عبيد الشامسي في ساحة الفنون في الشارقة. يقدم المعرض لهذا العام طيفا واسعا من كتب الفنانين والأعمال الأكاديمية والمطبوعات الثقافية أيضا لعدد من الفنانين والمبدعين الشباب. نتعرف أكثر على الاستعدادات لمعرض الكتاب الفني السنوي نقطة لقاء مع ضيفتنا في الاستوديو الأستاذة منال المطوع، منسق تطوير إدارة التعليم في مؤسسة الشارقة للفنون. حياة الله منال، يعطيكم العافية. الله يعافيك. في البداية كل التوفيق إن شاء الله في هذا المعرض الرابع. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. السنوي نقطة لقاء. يمكن أنا لفت نظري في مقدمتي لما ذكرت معرض للكتاب أو للكتب ومعرض للأعمال الأكاديمية. السادة المشاهدين غريب شوي عليهم هذا المفهوم، أنه ينظم لقاء سنوي للكتب الفنية أو للأعمال الأكاديمية الفنية أو حتى للمطبوعات الثقافية، فخلينا نوضح هاي النقطة أكثر إن شاء الله. بداية أود أن أشكركم على الاستضافة. طبعا أبدأ وأقول أن معرض لقطة لقاء بدأت في سنة 2018، ومن الأهداف الأساسية لهذا المعرض هو دعم الممارسات النشرية ودعم الناشرين في دولة الإمارات العربية المتحدة، في الشرق الأوسط، وأيضا في جنوب آسيا وأفريقيا. ومن الأهداف الأساسية أيضا هي جمع هؤلاء الناشرين ودوائر النشر في مكان واحد لتكون في متناول محبي هذه الفئة من المنشورات والكتب الفنية. نعم، جميل جدا. طبعا المعرض ما شاء الله يكمل عامه الرابع. نعم. هذا العام. نعم. بإذن الله. خلينا نتعرف على الأهداف الحقيقة اللي تسعى لها مؤسسة شارقة الفنون من إقامة هذا المعرض السنوي كلقاء بين الفنانين. طبعا من الأشياء الأساسية التي ستكون في معرض نقطة لقاء بإذن الله من تاريخ 9 ديسمبر إلى 11 ديسمبر 2021 ستكون كما ذكرتي في السابق في بيت عبيد الشامسي التابع. نعم. لمؤسسة الشارقة للفنون، وسيكون هناك أعمال أكثر من 120 عمل، سيكون من كما ذكرت في السابق لك من دولة الإمارات العربية المتحدة. نعم. ومن الشرق الأوسط ومن أفريقيا وأيضا جنوب آسيا. نعم. وهذه الأعمال ستكون عبارة عن كتب أكاديمية فنية. نعم. وأيضا مجلات، والمجلات المصغرة، مجلات الزين. وعن الكتالوجات والبوسترات، وأيضا سيكون هناك حقائب مصنوعة يدويا. وهذه الأشياء طبعا ستكون كلها متواجدة في منصات قريبة من بعضها في بيت عبيد الشامسي. نعم. التي هو مهيئ تماما لوجود هذا المعرض كل سنة. نعم. يمكن الفنانين أكثر الناس اللي يعرفون قيمة هذا المعرض اللي يعتبر بالفعل نقطة لقاء بين كل الفنانين مثل ما ذكرتي، سواء كانوا فنانين مواطنين. نعم. أو مقيمين في دولة الإمارات أو حتى من خارج دولة الإمارات. نعم. إلى أي مدى أيضا وجودهم في هذا اللقاء السنوي أو هذا المعرض السنوي يقرب بين الفنانين، يقرب وجهات النظر، يقرب ربما الأفكار كذلك. نعم. بين الأفكار المختلفة يمكن بين دولة الإمارات وبين الفنانين من دول أخرى. طبعا في البداية أود أن أقول أن نقطة لقاء المميز فيه أنه مثل ما ذكرنا في السابق أنه نقطة تجمع بين محبي فئة الفنون أو بيئة الفنون بشكل عام. وأيضا في نفس الوقت هي بيئة اجتماعية ممتازة، يوجد هناك تواصل عالي بين مجتمع المعرض نفسه، لأن المنصة تكون قريبة من بعضها وتكون من مختلف الدول. طبعا آلية المعرض تختلف طبعا الحين مع جائحة كورونا. في البداية كنا نستقبل الناس من دوائر النشر، يجون يعني عندنا بنفسهم، لكن الحين الآلية اختلفت طبعا، لكن أفكارهم والكتب والمنشورات كلها تكون معنا طبعا حسب ما هم يطلبون منا. طب بسبب الجائحة نحن نشتري الكتب منهم ونعرضها ونمثل دوائر النشر كلها، سواء تكون من الموظفين أو من أي حد متطوع معانا في المعرض. ما شاء الله. نعم. يعني
تم تعديل خلينا نقول البروتوكول الخاص بالمعرض بما يتناسب مع الإجراءات الاحترازية نظرا طبعا نعم. لأن الأزمة ما زالت مستمرة. نعم لكن ما زال حتى السنة اللي فاتت مع الإجراءات الاحترازية حصلنا على عدد كبير من الحاضرين الحمد لله رب العالمين. جميل. طبعا ذكرتي أن تحصلون على نسخ أو كتب عديدة من دور نشر مختلفة منال. نعم. عادة شو اللي تحرصون على شراءه أو على وجوده في هذا المعرض السنوي؟ من أي دول يتم اختيار هذه الكتب أيضا؟ أعطينا فكرة عامة. طبعا جزء من الآلية كما شرحت لك في السابق أن الدعوة تكون مفتوحة سواء كانت بوجودهم أو بإرسال أو بشراء الكتب. دعوة مفتوحة طبعا تكون من جميع البلدان القارات اللي ذكرت لك إياها في السابق. طبعا نركز كثيرا على الناس اللي موجودين في دولة الإمارات العربية المتحدة بما أن زيارة المعرض يكون سهل لهم للغاية. وتكون المواضيع هي يعني تدور حول كل أنواع الفنون. هذا المعرض يعني يرحب بجميع أنواع الفنون، بجميع أفكاره، بجميع أساليبه. ممكن تشوفين أنواع فنون ما شفتيها في السابق. من المميزات بعد في هذا المعرض إن تحصلين على كتب ومنشورات يصعب عليك إنك تحصلينها في المكتبات التقليدية. صحيح. وهذا الشيء اللي في ناس يتريونه كل عام عشان يشوفونه عندنا في المعرض يعني. نعم. يعني حتى نحن كموظفين نستمتع نحن نشوف أشياء يعني ما توقعنا نشوفها قبل. نعم. يعني لأن مجال الفنون منال يمكن مجال متخصص. نعم. الحقيقة ولذلك صعب أن نلاقي في المكتبات العامة أو المكتبات التجارية اللي موجودة عندنا أو حتى في دول العالم. نعم. نعم. في الخارج صعب. نعم. أن نلاقي هذه الكتب التخصصية. نعم. الحقيقة ولذلك وجودها أعتقد مهم جدا. نعم. مو بس للفنانين لا لكل من يعشق الفنون. نعم. أو حاب أن يدخل مجال الفنون أو حتى اللي يدرسون الفنون. نعم. خاصة نعم خاصة أن الدعم يكون الممارسات النشرية بشكل عام بكل اختصاصاتها. هي. فتكون يعني متعددة. جميل جدا. نعم. هذه المرة الأولى أيضا اللي يحتضن فيها معرض نقطة لقاء جلسات حوارية وهذه. نعم. الجلسات الحوارية بإذن. نعم. الله راح تكون في مبنى الطبق الطائر بحيث يجتمع فيها الناشرين والفنانين. نعم. هذا أعتقد لقاء جدا مهم إلى جانب وجود الكتب والمطبوعات الثقافية. نعم. في بيت عبيد الشامسي. نعم. كلميني عن هذه الجلسات الحوارية وكيف فكرتوا أساسا في إقامة جلسات حوارية ضمن الملتقى؟ الجلسات الحوارية تلعب جزء كبير من برامج مؤسسة الشارقة للفنون. نعم. كما أيضا عندنا ورشات وبرامج تعليمية. في هالسنة في معرض نقطة لقاء الجلسات الحوارية كما ذكرتي ستكون إن شاء الله في الطبق الطائر. نعم. وهو عبارة عن برنامج مكثف سيتكلم عن الإصدارات الأخيرة لمؤسسة الشارقة للفنون، الإصدارات اللي موجودة عندنا نحن كمنشورات وكتب، وأيضا ستركز على نتائج منحة نقطة لقاء للنشر. منحة نقطة لقاء للنشر هي عبارة عن منحة من مؤسسة الشارقة للفنون، تكون عبارة عن مبلغ يعطى للشخص الذي أو دار النشر الذي يريد من هذه المنحة أن تدفع للكتاب وتنشره. وهذا يعتبر من الأشياء الأساسية في هذا المعرض، والهدف منه هو دعم البحث العلمي. جميل. نعم. جميل. وطبعا من الجلسات الحوارية بتكون موجودة إن شاء الله ستكون جلسة الفنان أحمد مرسي، كتاب أحمد مرسي خيالات حوارية، والتي ستقوم بتنسيق الحوار ابنته شيرين ستكون متواجدة إن شاء الله. حلو. ومن سيكون أيضا هناك جلسة حوارية للفنان كما ذكرت أحمد مرسي. هي. وأيضا للفنان عبد الحي مسلم الزراري الذي سيقوم طبعا بتنسيق الجلسة الحوارية هذه محررة الكتاب آلاء يونس. ما شاء الله. نعم. يعني أنتوا حتى فكرتوا في من سيدير هذه الجلسات الحوارية بحيث. نعم. يكون قريب. نعم. من الكاتب طبعا أكيد لأن هذا جزء. هي. من الفن أنه يكون. هي. الشخص يعرف فكرة الفنان نفسه أو الكاتب نفسه وبالتالي سيعرف كيف يحاوره أو سيعرف كيف ينقل يمكن كل الأفكار والخواطر. نعم. نعم اللي بداخل أو التساؤلات حتى اللي بداخل الفنانين. نعم. وما يميز هذه الجلسات. نعم. الحوارية أيضا أنه يكون مثلا في شخص يحب هذا الكتاب بشكل معين. هي. فوده أنه يسمع بالضبط التفاصيل اللي الفنان نفسه حاب أنه يوصلها للجمهور. نعم. فهذا النوع من الجلسات الحوارية مميزة جدا يعني. نعم أنا أعتقد هذه الجلسات الحوارية أيضا مهمة جدا لطلاب الفنون. نعم. بشكل عام
كلية الفنون الجميلة أو غيرها من الكليات المعنية بمختلف أنواع الفنون. هل يتم استقطاب الطلاب من خلال هذا المعرض، وخصوصا أنه سيعقد فيه جلسات حوارية جدا مهمة عن الفن منال، وكيف يتم استقطاب ربما طلبة؟ طبعا نحن دائما فئة الناس اللي مهتمين بالفنون أو يكونوا يدرسون فنون في دولة الإمارات العربية المتحدة أو بالتحديدا في الشارقة، دائما في تواصل مع البرامج والأشياء اللي تستضيف في مؤسسة الشارقة للفنون. نعم. سواء كانت توصلهم عن طريق الإيميل أو عن طريق الإنستغرام، عن تواصل الاجتماعي يعني منصات التواصل الاجتماعي، فهم دائما يعرفون عن الأشياء اللي تستوي. طبعا دائما يكون في تسجيل لهذه الجلسات، خاصة الحين مع الجائحة. نعم. مجرد ما هم يدخلون على الويب سايت يقدرون يسجلون ويحضرون على طول. مباشرة يحضرون عن طريق الويب سايت أو عن طريق الموقع الإلكتروني؟ يسجلون على طول يحضرون. نعم. وكذلك الورشات سيكون إن شاء الله في بيت عبيد الشامسي بالقرب من ساحة الفنون في منطقة الشوهيين، عدد من الورشات للعائلات وللصغار أيضا التي ستدور حوالين الفنون إن شاء الله. جميل جدا. يعني حتى وجودها يمكن أونلاين هذه الجلسات أو الورش التي سوف تقام بيفتح مجال كبير لكل عشاق الفنون، مو بس في دولة الإمارات ولا حتى في الوطن العربي، يمكن من خارج الوطن العربي، إنهم يطلعون على هذه الجلسات الحوارية وكذلك الورش اللي ممكن بالفعل تفيدهم وتكون مهمة جدا لهم في مجالهم ويتعلمون منها الكثير. نعم. الحقيقة. لكن التلاقي بين الفنانين والناشرين منال في هذه الجلسات الحوارية أعتقد أنه جدا جدا مهم، إلى جانب المنحة اللي تكلمتي عنها حضرتك. شو أهمية وجود الفنان والناشر في نفس المكان، في نفس المعرض أو في نفس الجلسة الحوارية؟ طبعا هناك أشياء كثيرة ممكن نتحدث عنها، من أنك أنت لما تتلاقين مع فنان معين سواء كنت تعرفينه أو أنك مهتمة بطريقة فكرة في الفن. طبعا أول شيء هو طبعا أن نحن نقرب منصة الفنان هذا للجمهور، أنه يكون في تواصل معهم، أنه يوصل فكرته عشان يلهم الشخص اللي مهتم بهذا الموضوع. صحيح. ويمكن يلهم ناس كانوا مجرد زائرين يعني، أو مجرد ناس حاضرين هذه الجلسة أو حاضرين هذا المعرض بشكل عام. وجودهم مع بعض يكثف التواصل الاجتماعي طبعا في البيئة الفنية، والبيئة الفنية في إمارة الشارقة. هذا شيء مهم جدا، ونحاول دائما سواء كان عبر الفنانين، عبر الناشرين، عبر دوائر النشر، عبر الورش، أن يكونون في تواصل مع الجمهور. جميل. نعم. منال، احنا تكلمنا عن يمكن كتب يحتضنها هذا المعرض، وكذلك مطبوعات ثقافية وأعمال أكاديمية. نعم. كذلك كيف يتم انتقاء هذه الأعمال الأكاديمية بالتحديد، لأن نحن نعرف أن الأعمال الأكاديمية لها قيمة كبيرة جدا عند كل المهتمين بالفنون أو حتى طلاب الفنون. نعم. فكيف يتم انتقاء هذه الأعمال الأكاديمية؟ طبعا هذه الأعمال احنا كمؤسسة الشارقة والفنون يعني عندنا خبرة في النشر، وعندنا فريق مختص بالنشر، وعندنا فريق مختص بالبحث، وعندنا فريق مختص بطباعة هذه الكتب. فطبعا التدقيق يكون من طرفهم، ويكون في طبعا جلسات انهم يختارون الكتب اللي او المنشورات اللي تكون مناسبة، ومن خلالها يكون في تنظيم ان متى هذه الكتب تنطبع، في اي وقت من السنة تنطبع، او في اي معرض معين تنطبع، وتكون متواجدة يعني في مؤسسة الشارقة والفنون دائما. نعم. جميل. هناك نتائج بالتأكيد مرجوة من كل معرض أو من كل نقطة لقاء سنوية صح تعبيري، هناك مخرجات أيضا تخرجون بها من هذا الملتقى. نعم. أو من هذا المعرض، وبالتالي تستفيدون منهم في تطبيقات عديدة جدا في المؤسسة. شو هي النتائج المرجوة عادة منال من هذا المعرض أو من هذا اللقاء السنوي؟ طبعا من النتائج المرجوة مثل كل عام هو أن يكون في دعم للناشرين المستقلين. نعم. يكون في دعم للناشرين اللي قدموا وطلبوا أنهم يكونوا جزء من المعرض مؤسسة الشارقة للفنون. يكون في دعم للناشرين المتواجدين في دولة الإمارات المتحدة، إمارة الشارقة. نعم. أو خارجها.
وأيضا طبعا لأنه يكون في تواصل اجتماعي عالي في مؤسسة الشارقة الفنون وفي معارضها. نحن نحرص كثيرا على أن نخلي المجتمع في الشارقة عنده وعي بالفنون. صحيح. نجاوب على أي أسئلة هم حابينها، نسوي ورشات ممكن تجذب العائلات أو الأطفال عندنا، ورشات للمدارس. طبعا في هالأشياء كل معرض عندنا بمؤسسة الشارقة الفنون يكون هذا البرنامج معانا، وطبقنا طبعا في نقطة لقاء. وإن شاء الله نكون يا رب يعني نوصل حق كل النتائج اللي نتمناها. نعم صحيح بالفعل، مثل ما ذكرتي منال، يمكن مجتمع إمارة الشارقة ومدينة الشارقة بالتحديد وحتى مجتمع دولة الإمارات اليوم أصبح منفتح بشكل كبير جدا على الفنون، وأصبحت لديه ثقافة ووعي كافي بأهمية هذه الفنون وبمكانتها الحقيقية على كل الأصعدة وفي كل المجالات الفنية الحقيقة، ولذلك أصبح التلقي أسهل من ذي قبل. وحتى يمكن كمؤسسة شارقة للفنون أصبحت ترفع السقف توقعاتها من المتلقي نفسه. نعم طبعا المتلقي سواء كان طالب، سواء كان أحد أفراد المجتمع، أو سواء كان فنان أو حتى أكاديمي. نعم. أصبح هناك رفع لسقف التوقعات، وبالتالي الارتقاء بكل المنظومة منال، يعني الارتقاء ربما حتى بورش العمل اللي تقدم، بالكتب اللي يتم انتقائها، بالمطبوعات الثقافية اللي يتم انتقائها. نعم. هالشيء إلى أي مدى سهل عليكم العملية أو جعلكم بالفعل ترتقون أو تنتقلون إلى مستويات أعلى يعني في العطاء أو في كل ما يقام من مؤسسة شارقة للفنون؟ طبعا أنا شخصيا كموظفة في مؤسسة شارقة للفنون منذ أن بديت أني أعمل في المؤسسة شفت كيف الحرص على الوصول للجمهور بالطريقة الصحيحة هم من أهم الأشياء لمعرفة احتياجاتهم في هذه البيئة اللي هي البيئة الفنية. صحيح. خاصة في معرض نفس معرض نقطة لقاء تقدرين تسمعين آرائهم، تسمعينهم شو يفكرون عن هالمنشورات الموجودة أو الكتب اللي موجودة. فالحمد لله رب العالمين، يعني نحن نحرص على أن نوصل حق جميع الفئات. جميل جميل. نعم. جدا، والأهم من ذلك محاولة رفع الذائقة. نعم. الحقيقة من خلال كل ما يقام من مؤسسة الشارقة للفنون، إن شاء الله يا رب يكون هذا المعرض معرض ناجح إن شاء الله، مثل النسخ السابقة، ويحقق. نعم. النتائج المرجوة منه. كل الشكر لك على وجودك ويانا اليوم منال أحمد المطوع، منسق تطوير إدارة التعليم بمؤسسة الشارقة للفنون. شكرا. وقبل بس لا نختم هذا اللقاء، نحب نتعرف على الموقع الإلكتروني إذا بتذكرينا منال، للي حاب أن يشارك في هذا المعرض معرض نقطة لقاء عن طريق الموقع الإلكتروني وعن بعد، اللي سيقام إن شاء الله من 9 حتى 11. صح؟ إن شاء الله. الموقع الإلكتروني نذكره بس منال قبل www.sharjaart.org. نعم، sharjaart.org. هذا هو الموقع الإلكتروني، بإمكان أي حد يتابعنا. نعم. اليوم مهتم بالفنون من وين ما كنتوا بإمكانكم تدخلون وتتابعون الورش والجلسات الحوارية في هذا الملتقى لكل من يهتم بالفنون. شكرا لك منال. العفو. شكرا، يعطيكم العافية. شكرا.